هل تتساءل إن كان دواء ميتفورمين آمناً لك؟ دعونا نفصل الأمر. يعد ميتفورمين دواءً شائعاً لتنظيم مستويات السكر في الدم. إنه آمن بشكل عام، ولكن مثل جميع الأدوية قد تكون له آثار جانبية. ما هي الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً؟ اضطراب المعدة والإسهال والغثيان. عادة ما تتحسن هذه الأعراض بعد بضعة أيام، ولكن إذا لم تتحسن فتحدث إلى طبيبك. قد يشعر بعض الأشخاص بالضعف أو التعب، أو يلاحظون طعماً معدنياً في أفواههم. وفي حالات نادرة يمكن أن يسبب ميتفورمين حالة خطيرة تسمى الحماض اللبني. تشمل الأعراض التنفس العميق أو السريع، والشعور بالتعب الشديد أو ألم العضلات. إذا لاحظت هذه الأعراض فاطلب المساعدة على الفور. تذكر أنه من المهم الاستمرار في تناول الدواء الخاص بك ما لم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك. وشارك دائماً أي مخاوف مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. يساعد ميتفورمين العديد من الأشخاص على إدارة مرض السكري بشكل فعال. جيك بريك، ابقى على اطلاع، ابقى بصحة جيدة.